لويا والله لويا حيل لويا ايش فيك؟ صاحبي عنده بحث وانا صاير مجنون بحوث فيبيني اسوي له اياه بطرش حق الدكتور فماني عارف ايش اسوي ومن ثو انت ليش مضايق روحك يعني عارف. لازم اساعده صاحبي وكذي بعد اي يعني عاد الكورس كله برزنتيشن اي لازم نساعدهم المشكله اللي ما يصير شيء بالانجليزي بعد عندي وانا آه مشكله لما اقول عندي اه ادبس آه نفسي انا آه بالعربي ومترقع برزنتيشن بعد مم. بالانجليزي والله هذه مشكلة عندنا احنا ترى بالجامعة وايد عندنا مشكلة في البرزنتيشنات يعني وايد عندنا ازمات يا احمد يلا بسيطة الله حل. يسهل علينا ان شاء الله يا ما رب. رب اليوم انا ضربت شمس شوية اي تشوفيني صاير آه. شت داون داون؟ اي طافي يعني أبالي يا احمد هو هو يلا, هو يلا يا جماعة شوف <applause> تعال تعال يلا قاعد قاعد يلا تدري شو عندنا بالحلقة اليوم شكو ماكو شكو ماكو اليوم اكو ايش على الوزن؟ م. طبعا عندنا شلون ممكن احنا نوفر بيئه صالحه للنوم راح يكلمنا اكثر عن هذا الموضوع مدرب التنميه البشريه سعود الفرحان، هذا اول موضوع راح نتكلم عنه اليوم، ثاني موضوع راح نتكلم عنه مفهوم السلام الداخلي وشلون احنا ممكن نوصل لهذا السلام اللي موجود في داخلنا راح يكلمنا اكثر عن هالموضوع ضيفنا حسين دشتي اكيد انا قلت ضيفنا ضيفنا؟ <applause> اي يعني ضيفنا ها ضيف سجل واحد بالمئة سجل لحظة انزين دقيقة اوكي بس ادري نعد كم واحد الله ديت. بس قادرين علي. عارف عاد ذاك اليوم محادثة لا, لا لا بعد خلنا نعد خلنا نعد مسابقة نهاية كل هذا نشوف اوكي ترى انا فترت عن نفسي ها شنو؟ انا يعني قلت عن نفسي انا تعدت توني ما قلت بس قلت لا مسكينة رايحة رايحة بالكلام اوكي زين يمكن انا الحين اقول فقرات اقول شيء كذي اي راح تطلع معك بدلية <applause> والله بنص الحوار لا اقطع كلامك أقول لك على البدلية ايضا راح يكون عندنا الفقرة الاسبوعية اللي هي مشروعي مع مدرب ريادة الاعمال اكيد المميز ضيفنا فهد الباقر راح يكلمنا بهذه الفقرة شلون أنت ممكن تكون لك مشروع، شنو الأساسيات، شنو الأشياء اللي تهمك، وشنو الأشياء اللي راح تساعدك اكيد دائما مدرب الرياضه, طا الرياضة طا 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 داني ما مداني يعني. انت قلت ما قلت شيء انت قلت مو بدليه هذه اكيد دائما مدرب ايه؟ رياده الاعمال فهد الباقر اللي دائما يعطينا معلومات كثيره خصوصا في فترة مشروعي اللي مم. ممكن نتكلم في مشاريع كثيره تخص الشباب وايد مشاريع انطلقت وايد مؤتمرات كثيره قاعد تدعم مشاريع الشبابيه الصغيره الى ان تكبر وتوصل لمشاريع كبيره وكبرى ان شاء الله على مستوى محلي وعالمي باذن الله تعالى احنا دائما لنا طموح ولنا انجازات كثيره ولا لكنه بالدافع اللي ممكن يوصلنا لهذه النقطة في حياتنا وننجز ونوصل كل شيء يبي بس إرادة وقوة إن أنا خلاص أقدر وبدنا الله تقدرون بس توكل الله وشدوا حيلكم وبالعافية الماي الله يعافيك يا أحمد لو وقف الماي عندك لو وقف الماي أموت بعيد عنك الشر إي يعني صدق لا تقول شي لا تقول, تقول الماء سر الحياة لا تقول شي وجعلنا من الماء كل شيء حي بعد شنو إي شنو؟ زين إذا قطع الماي. الماي في فترة معينة شنو راح شوف بقول شغلة بالدراسات يعني م. هذا يعني درستها بالجامعه ان الانسان يقدر يستغنى عن الاكل مده اطول من استغناء عن المي يعني ممكن انها تقعد شو شو وقتك على الماي حيل اي اقول لك ان ثاني صدق احمد اي والله واحدة. جد جد اليوم الشمس حارقه بالجامعه اي والله الله يعطيك العافيه الله يعافيك آه... شو كنت انا آه... شو كنت بقول شو ام قطوه قاعد تحرش فيني بالاستديو زين تقولي تقول لي انت كل واحد بالجامعه انا قاعد بالستيج مسميه قطوتها عبسي عبسي ايه انا قلت لها والله سميها حس حس <applause> شو يعني لا وتقول لا تقول يوم قطوة قول يوم عبسي لا اي حس حس ومشمش اسمع خليني اقول لك عن الماي احمد أه تدري ان الانسان يقدر يقعد فتره اطول آه من غير اكل يقدر يقعد مده طويله بس من غير ماي ما يقدر يموت تدري؟ صحيح. بس هو انا يعني درستها بكم الايام بس انا مو عارفه يعني مو متذكره. شوفي الماي يتم بالجسم اكثر من الاكل، الاكل يصير على سرعه هضمه اكثر من الماي بس بقاء الماي يعني انت ممكن تعيشين ثلاثه ايام عندك ماي. الاكل خليه يوقف، انقطاع الاكل يوقف بس تخيلي ان الماي في مكونات واشياء في الجسم انها ممكن تعطيك مده بقاء اكثر، يعني انقطاع الاكل مثلا ثلاثه ايام <applause> لا لا ترى يقدر الانسان يقعد تقريبا يعني اكثر من اسبوعين ثلاث اسابيع من غير اكل مو انا اللي قاعد اقول لك شنو بس وجود الماي بس انه تشرب ماي انه شوفي ان الماي شنو يعني هو مجرد انه ماء ولكن شوفي شنو في صحه الأبدان ومكونات وهالامور فلذلك ان الماي صراحه يعني انت ما ماي أن ماك شو ماسك الماي انا مره واحده لا اكلت شيء قبل الحلقه فخلاني عطشانه كان في فلفل شيء وبهارات ايه ف... عاد شغله كنت قاعد اشوف الكافتيريا قبل العافية. انت حاط عينك على الاكل عشان كان لا والله قلت بالعافيه والله من داخل بس جازت لي <applause> خلاص اعزمك عليها اعزمك <applause> عليها اذا تخيل ان انت قاعد من النوم وراك شغل مهم وصارت فيني انا مره مم. ان قعدت من النوم وكان ما في ماي تخيلوا وأنا عندي حلقه يعني لازم اروح الحلقه يعني يا يعني ايام وعبد الله بروحنا مم. ما في مي شلون اروح؟ يعني صدق قعدت طول اليوم متنقده يعني حتى لما كلمت مم. يعني كلمت احد يعني مسؤول عن هالموضوع هنا عنده بالدوام قاعد اقول قا ما عندنا مي يقول شلون كويس ما ماكو مي؟ قلت لهم والله ما في مي فعلا ساعات تقطعون المي بناتكم معينه. انا امانه بهالحاله تدري عند والله العظيم عند غرفتي ثلاث اربع بطول ماي ما غير لما اطلع من البيت لما اقول لهم قهوه السياره عشان يبونها بكوب السياره لازم معاها بطول ماي بالنسبه لي ان الماي حلو, حلو يعني الماي لازم يكون لاصق حتو 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 لا حلو حلو يكون لاصق بحياتنا لا توخر عنه ولا تحاول توخر عنك وتبعد لان مشاعر ايش قاعد تسوي الحين عشان لا عن الماي في شيء لزق بريولها برجولها لا تبتعدين عنه شنو؟ <applause> خلاص <applause> <ليه زينك؟ تصفيق> يلا خلاص ما تشوفها هذا <applause> <الانظام> اللي نظام اللي لزق <applause> طقينها الثانيه تعلق <applause> طقينها الثالثه تعلق فما ما تنفع هذا هو انزين بعد شو صار معك مواقف على المي صار في موقف يعني مني منك ايه مره آه نمت تقريبا 20 ساعه انزين يوم ما كنت يعني وايد تعبان ومريض وشي فقعدت احس لساني خشب لسانك خشب خشب نزين؟ والله يعني متخشب شيء صاير خشب خشب لساني والله من كثر ما جمل جمل وضعي جمل باقي بس اشيل اخوي بظهري وامشي الجمل يتحمل على فكرة. ايوه انا ما تحملت بس انا نفس حاله النجفان اللي بالحلج فانا ما ادري وما ادري شنو المهم انه انت جراك ان الجمل ينشف حلجه مبين حلجه ناشف يعني هذا سؤال اكيد يصير هو يتحمل الجفاف بس هو يجف حلجه صدق اي والله طبعا انت ما شفت الجمل اللي طاح في الجبل, الجبل طاح المه... <applause> عندنا شخص طاح <طعب> ورا الكاميرا <applause> انا ما ابي الجبل ولا ماي الا طايح عموما سلامات قطعك واحد يا جماعه دقوا على اسعاف ونش اي شيء خلاص <applause> <كباس> عموما ما <applause> اقدر زي... الحين شو يسكتني؟ فرقه الانقاذ طبعا خلينا على الجبل على الصدق بس قلت الجبل كان يهبد الناس قاعد تقول شو السالفه خلاص خلينا نفس شهير خلاص انت عن الموضوع اوكي انا خل اقول لكم شويه عشان ما تضحك بشاعل هاشتاق هاشتاج حلقتنا اليوم انه لو انقطع الماء او انقطع النفس من الضحك شنو وضعك راح يكون انقطاع الماء شيء ما اتوقع احد يتحمله ولكن انت كتصرف شنو ممكن تتصرف خصوصا احنا في المجتمع الخليجي يعني او المنطقه اللي احنا فيها حاره وجافه ونحتاج ان تكون يعني الماء متباشر معنا خلاص اوكي ولا الحين اوكي نتكلم عن الماء من الاستديو خلاص يعني طلعت يا <applause> جماعه ما اقدر انا اذا لحظة, لحظه 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 بتكلم عن شغله احنا عندنا مسابقه اسبوعيه مسوينا حكي متابعين برنامج جايكم شباب اللي هي مسابقة ان انت تطلب طلب من المذيعين اللي كلهم موجودين في حلقة يوم الخميس واللي الفايز راح يفوزون اثنين معنا بكوبون من ويلز سبا مم. هذا ويلز سبا لتلميع ووقايه السيارات صح. يعني لو عندي سياره ودي المعها ياخذ معنا كبر يجيب هذا الطلب يكتب لنا شو الطلبات اللي ودهم يطلبونها منا وعلى الهواء طبعا احنا راح نسويها اللي حاب يشاركوا يشارك هذه المسابقه يدز حرف البي او حرف الباء على الارقام الموجوده اسفل الشاشه اكيد طبعا اللي حاب يتواصل معنا طبعا هو راح يكون افضل طلب واحلى طلب ممكن هو قدمه للمذيعين في حلقه الخميس فهو ممكن يربح هذه الجائزه بقيمه 30 دينار يوصل آه هذه سياره توصل لبيتكم تغسل سياره تلمعها حتى لو عندك جمل طايح ممكن تغسله ليش تذكرني ليش أنا تذكر؟ انت في ناس عندهم أبحك. ناقة 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 انت تصير فيك ترى شوف انا من النوع من الناس اللي صار موقف قدامي ما اقدر اسيطر على نفسي يعني اضل اضحك 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 بس يا <applause> دوب انت شفت عدل انا شفته بس هو قاعد يتكسر شو قاعد يقوم أه، عندنا بعد <applause> شيء ثاني احمد اللي هو أه، قول عندك الموضوع قول يعني انا تو يعني عينيتني الضحكه تذكرت هذا الشنشي بس ريال شلون؟ شنو شلون طاح؟ ما شفته انا بس شفته وهو طاير والله كان انت يمكن منسدحه تحت قاعده تضحكين، عموما <applause> اليوم موضوع حلقتنا مثل ما قلنا انقطاع الماء ولكن في تطبيق ونتكلم عن اشياء بالايفون ولكن هو خاص فيكم تبي تقولين انت عن الابلكيشن ولا تبينا عنه؟ انت <applause> تقول <applause> اوكي <تصفيق> هذا التطبيق يعني فيه صوتيات ومواعظ وقصص خاصه للنساء وانه يفيدهم والحلو بالموضوع ممكن ان شاء الله في باك التليفون وانه ممكن تسمع هذه القصص ما ادري راح ينزلون اسمه الحين على بالتلفزيون عندنا فهذا ابلكيشن اقول لك وين؟ تلفزيون عندنا بالشاشه عندنا اي اي وين؟ اي ايه سنهار وين اليوم عليك شو السالفه لحظه دقيقه خلاص من الحر بالجامعه قعدنا ساعتين ما ماكو غيرك بالجامعه يعني أم قطوه اه لا ساره مقطوه ايه هي قاعده اقول يعني مقطوة قطوه هي لما تقول ما ماكو غيرك بالجامعه اي لا بس اليوم فعلا كان حر احمد يعني وايد تعبنا ايه طبخ والله راسي حسيت اليوم لما كان ضيوف موجودين لو قط بيضه يطبخ براسي حر حر اي الحين ما ندري احنا اي فصل فصل الماي آه فصل لا. الصيف <applause> لا يعني صدق احنا بصيف ولا بشتاء يعني انا لابسه شتوي بس مم. يعني احس ان البنات صيفه شوف أو؟ هو الشهر شهر شتوي الوضع وضع صيفي يعني شو الحل شو يعني خشي ما الشتويه ولا ليش ما بغيت البس اليوم دشداشه صيفيه وفست <applause> يعني اساس ان انسق الاساس يكون صيفي مم. وهذا يكون شتوي بعد شو تسوي اذا لبس ترى بلقى يصير برد هذا الغريب الموضوع يعني شو الصبح حر بس بالليل برد برد يعني لازم جاكيت ولازم سكارف شي حركات توصل درجه الحراره لثمانيه سبعه بس يقبل الاسبوع الجاي لو تدشون حتى درجه الحراره الاسبوع الجاي يعني اقل شيء م... اقل شيء م... يعني اعلى درجه بروده ما في يعني توصل 14 فماكو نعم. راح الحر اي خلاص الاسبوع الجاي ما في كنترول هذيك نعم يقول ايش فيها حلوه؟ قعدت لكم عموما راح نكمل بهذه ترينبا والامور الكثيره بعد الفاصل رجعنا من بعد هالبريك وراح نتكلم عن موضوع مميز جدا شلون ان احنا ممكن نوصل للسلام الداخلي اللي موجود بداخلنا اكيد هذا موضوع شيق كل واحد فينا قاعد يتابع يمكن حتى انا منهم قاعد اقول شنو يعني السلام الداخلي اللي موجود فينا يعني شنو الواحد ممكن يوصل لهذا الموضوع اكيد راح يفيدنا اكثر ضيفنا المميز حسين دشتي مدرب تنميه بشريه حياك الله معنا الله منورنا الله يعطيكم العافيه شكرا. الله يسلمك حياك الله واحنا سعداء في توازنك اليوم حسين وامانه ودنا نعرف بشكل عام المفهوم <applause> لسلام الداخلي اولا مساكم الله بالخير مساكم الله, بالخير. مساكم الله بالنور الله العافية. هو مصطلح يعني الاسم شويه عريض نقول عنه صح بس اذا تدقق شوي تاخذ زوم فهي المسميات مر علينا يومين بشكل يومي وهو اساس حياتنا وراح نشوف بعد شوي من خلال الشرح. خل اعطيك معنى كلمه السلام لغويا واصطلاحا شنو معناها؟ المعروف انه من اسماء الله الحسنى. هو السلام. آه التحيه بس من المعاني اللي تشد صراحه إن هي السلامه والبراءه. يعني السلامه او انك تكون في عندك بعض الشغلات انت خالي منها او هي بعيده عنك هذا بشكل عام السلام الداخلي هي تعتبر حاله من شو نسميها الحاله الروحيه او الحاله النفسيه بينك وبين نفسك البشريه انا راح افصل شوي اكثر خلينا نقول شايف الاطفال شايف الفطرة السليمة مالتهم يعني ييب من جميع الاجناس من جميع دول العالم مجموعة اطفال نقول عشر اطفال من كل دول العالم حطهم في اي مكان في العاب شنو راح يكون انطباعك عليهم وهم الاطفال لما يلعبون؟ شو تلاحظ فيه؟ مستانسين يضحكون يلعبون شي في واحد منهم راح يتميز يعني براءتهم قاعد تشوفها رحم الله والديك البراءة هذه يسمونها الفطرة السليمة يعني خلق الاطفال هذيلة مختلف الديانات يكون ولد منه ما له شغل هذا الطفل من يقعد هنا يبدي يضحك يسولف يلعب هذه البراءة احنا نسميها هذا اللي احنا نقصد فيه السلام الداخلي شلون السلام الداخلي انه يكبر فيك شوف في روايه هي بما في معناها ما من مولود الا يولد على الفطره اتوقع مره عليكم هذه الروايه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني الإنسان يولد على الفطرة السليمة تكون فيه كل الصفات الجميلة ترى هو بشكل غير مباشر ترى يلجأ إلى رب العالمين ما له شغل في الديانة السلام الداخلي هي عندك الصفات أو القيم الأخلاقية الجميلة المغروسة في نفس البشرية من أول ما انولد الإنسان بس نوضح نقطة حسين هي هذا حديث وليس رواية صحيح؟ أيه حديث نبوي ايه حديث احسن نبو 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 أيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آله ف قمه الوصول للصفاء الروحي والتجانس النفسي بينك وبين نفسك لما توصل الى مرحله احنا بالكويت نقول نيته صافيه هذا الانسان نيته صافيه هذا بشكل عام معنى كلمه السلام الداخلي ممتاز، طيب منو اللي محتاج لهذا المفهوم؟ قولي منو مو محتاجه؟ الكل محتاجه يعني مثل الماء فقرة المساله لما جعلنا من الماء كل شيء, كل شيء حي, حي السلام الداخلي ترى كل انسان يحمل هذا السلام الداخلي بس كل انسان عن انسان يفرق خل اعطيكم مثال اخر انا اشبه السلام الداخلي مثل مزرعه او ارض ارض خصبه جاهزه للزراعه شنو تب تزرع فيها كيفك الشغلات الزينه اللي انت تزرعها في هذه المزرعه راح تحصل ثمار طيبه من وراها <applause> زين ازرع شوك ازرع مثلا لا سمح الله ثمار غير طيب في النهايه ايضا راح تحصل على هذا الثمر الغير ناضج او الغير سليم <applause> انت من داخلك عباره قلبك عباره او نفسك نقول روحك البشريه هي عباره عن مزرعه او ارض خصبه انت تزرع فيها <applause> تحط الصفات الزينه مثلا في واحد يقول مثلا انا يعني عنده مرض نفسي او حاله نفسيه يا اخي حسود يحسد العالم. فهذا شلون تعالجه؟ هذا شلون تجي تقول له لا شوف العقل الباطن ما يس ما يستقبل شيء سلبي او يعني ما في كلمه لا مثلا لا تتخيل كره حمراء تلمع وتدحرج. لا تتخيل شنو في بالك؟ قاعد تتخيل <applause> العقل الباطن ما في شيء اسمه لا، خلاص هو يبدي يستوعب اي. فالانسان فإلا هذا لا سمح الله الحسود انت ما تقول لا تحسد ايش راح يصير فيه راح يصير دبل عنده راح يركز يركز على هذا المفهوم لا احسد يعني انا حسودي احسد زياده هذا العكس تماما تجي تقول له ازرع عند الغبطه الغبطه اللي هي عكس الحسد تماما تمني ان انت زوال النعمه عن شخص معين الغبطه اللي هي انا اتمنى هذه النعمه تكون موجوده والله يزيدها وبنفس الوقت الله يعطيني وهكذا الكذب مثلا إذا كان عنده صفة الكذب علم على الصدق نمي عند الجوانب الإيجابية في حياته لازم نشوف يعني هي مسألة موازنة نوعا ما إذا شفت عشان يكون في بالانس أكثر وبطريقة بس إيجابية وليست سلبية ولكن هل هناك شروط لأجد نفسي في السلام الداخلي أو أشياء لابد أن تطبق أه هل أنصت في يوم من الأيام حق روحك من داخل أه كلها ميوت <applause> شلون شلون انصت له؟ يعني هل ان انا اعاتب نفسي بنفسي قصدك؟ مثلا إيه قبل لا تنامين بالليل او نفسك بالليل. في لحظة سكون أو هدوء بينك وبين نفسك اقعد في غرفة بروحك أو في أي مكان أنت ترتاح له جميل بحر شيء مناظر حلوة المهم تكون أنت في خلوة مع نفسك تختلي بنفسك <applause> لمدة ثواني أو لحظات اخذ نفس عميق وريح شوي هني حتى نبضات قلبك راح تسمعها هني اسمع نفسك اسال نفسك من داخل تبدي هذا يسمونه مخاطبه اللاوعي تخاطب نفسك من داخل كم مره في اليوم الواحد فينا يخاطب نفسه من داخل <applause> مثلا انا اعطيك مثال يتضح المعنى اكثر انت لما تكون قاعد تسوق سياره الصبح وياك شخص فجاه بدون اي يعني انذار ولا شيء من وراك بدا يكبس لك وهرنات وكذا وزي ما صفطك يبي يطقك تكفى شنو ردة فعلك؟ أكيد يعني أنا كده يعني كده يعني كنت يعني الموضوع وتاخذه زيادة ما ما يعكر مزاجك طول لا كل مزاجك إيه هذه الحالة اللي أنت فيها ردة فعلك هي اللي تأثر على حياتك النتائج الناس ما تفكر في النتيجة تفكر في ردة الفعل يعني هذا الشخص اللي أنت سوالك الموقف عصبت لا سمح الله نزلت من السيارة وصل الموضوع تطور إلى عراك مثلا وصارت إصابات اخر شيء تفكر انت في النتيجه. انت اي موقف يصير لك مثل هذا اول شيء فكر في النتيجه لا تفكر في رده الفعل. صح فاهمني؟ فهمتني؟ إيه؟ أن لا, لا تفكرين بالحين الحين بعصب ممكن ياخذك الغضب صح. بس لي لحظه هذه الخلوه في الليل لما انت تق... او في اي وقت لما يكون عندك سكون داخلي وتخاطب نفسك من داخل ترى هذه المواقف تصير عندك مثل طقة اصبع تقدر انت تتحكم فيها او تستطيع ان يصير عندك كنترول فواحده من الشروط ما نقول شروط يعني هذه كل انسان هو يقدر يكتشف السلام الداخلي من داخله لكن انت وطريقتك الخاصه كل واحد يكتشف شنو السلام الداخلي من انا قلت لك هو عباره عن شعور بالكويت نقول احنا نيتها صافيه آه يصل الى مرحله من الصفاء النفسي من داخل بحيث يتخلص من الاشياء السلبيه ويجذب و حق نفسه او يغرس في قلبه الصفات الايجابيه فانت تتخلص من الشغلات المو زينه في المقابل تستقبل الشغلات الزينه. <applause> سبحان الله شوف الانسان لما يمشي على البحر يشعر بارتياح، تدرون ليش؟ ليش؟ الالوان يمكن انا اللي اعرفه لون البحر، الهدوء، الصوت دراسات تثبت انه نسيم اي هذه كلها مؤثرات بس تدري انت لما خصوصا تكون حافي طاقتك السلبيه تروح. سبحان الله يعني يصير في نوع من التفريخ <applause> شوف واحد رايح البحر مشحون ضايق خلقه صح تعال تمشي على البحر شويه تشعر براحه ليش انسحب طاقتك وشنو في المقابل هذا الماي اللي جاي والموج والهواء اللطيف تنشحن طاقه ايجابيه فسبحان الله الانسان اللي يتخلص من ضمن الشغلات اللي سالتني عنها شلون انا اقدر احقق سلام تخلص من الصفات السلبيه اللي عندك او نقول احنا الطاقه السلبيه وشحنها بالطاقه الايجابيه وابسط مثال ترى في الصلاه إنسان لما يصلي في عمليه السجود كل يعني زهر. كيانك يكون في عمليه السجود ترى تتفرغ منك الطاقه السلبيه ولما تقوم تنشحن طاقه ايجابيه لا. هو مو حديثنا الطاقه السلبيه والايجابيه لكن القصد انه شلون الواحد يصل للسلام الداخلي من خلال بعض هذه الممارسات اللي انت تقدر تمارسها بشكل غير مباشر في حياتك اليوميه يعني. نعم ممتاز يمكن عندنا احسان صوره أيوة. آه راح نشوفها وحضرتك تعقب عليها. شوف الصوره اسد اسد وجهه شيء واسد وجهه مقلوب. صار كنا فار الثاني، صح؟ <applause> شكل غريب الثاني على ارنب. فار. شلون صدت الفار؟ آه... اللي على اليمين؟ شيء واقف وجهه أذونة أذونة وجهه مدورة. هذه الصوره نفسها مثل ما قالت اسد بس لما تقلبها تطلع لك فار. آه. هذا شنو نستفيد منه؟ شوف آه كل انسان في حياته له نظره. وهو ينظر الحياة ببناء على خبرته في حياته أنا ما طلعت الأفار أنا <تصفيق> شفت <تصفيق> الأسد أنا شفت الأسد والله <applause> أنا <شفت> الأختلاف ترى <applause> أنا صدم هو قال انتبهت عليه ما انتبهت أنه أنا بالي أسد عادي أسد لا أنا وايد ألاحظ هذه الصور التشابه يقول لك قلبها تصير كذي <applause> فيها خدعة بصرية فشنو ميزة الصورة هذه وفي مجموعة من الصور فيها يعني ترك أو خدعة بصرية الإنسان لما أنت تكون قاعد تتكلم مع شخص مختلف معك بوجهة نظر معينة أو هو قاعد يشوف الدنيا بمنظار مثلا الفار، خلاص هذه وجهه نظره، وهو فاهم الدنيا بهذا الشيء، لا تخت... لا تدش لا معاه صد يمكن ترى تلع... انا ما قاعد انظر نظرة انا ما احب الفار انا يعني. قاعد اعطيك مثال <applause> بس كع... عشان لك <applause> اعطيك مثال فقط نفس الشيء فممكن احيانا في ناس انت تختلف معاهم في شيء معين القصد اذا اختلفت معه مو مشكله بس لا يوصل الى خلاف، اذا صار خلاف يصير هني نوع من آه كراهيه وحقد إذا صار هذا هنا أنت سحبت السلام الداخلي، موضوع الشاهد في الصورة هذه أن الإنسان يشوف نفسه مثل المرآة، أنت شوف لما توقف بالمرآة تماما هذا السلام الداخلي، إيش كثر أنت تشوف نفسك مسالم مع نفسك؟ لأن في ناس والله في ناس بعضهم يتصلون فيني مثلا من باب الإستشارة عنده حرب مع نفسه من داخل قبل لا يكون حرب مع الناس الثانيين. فصاير له موقف مثلا هو صغير تعرض لاضطهاد طفولي او مثلا اي شيء خصوصا الاطفال <applause> هذا لما يصير له مشكله معينه وهو قاعد يكبر يكبر مع احنا, احنا نقول خط السلام الداخلي ماشي والعكس تماما اللي هو عدم السلام الداخلي فتصير في شغلات اللي هي الاحقاد وما احقاد تبدي تكبر الانسان <applause> لما يكون صفحه بيضة هذا السلام الداخلي الصفحه البيضاء اذا صار اي شيء موقف سلبي في حياتك تنغرس نقطه سوداء خلها لا تعالجها ايش راح تصير النقطه تكبر تبدي تكبر تكبر لين ينقلب البياض هذا ينقلب الى سواد بعدين لما تيجي تتكلم مع هذا الشخص ما راح يفيد وياه قل له مثلا خلاص انا طبعي هذا الشيء انا تربيت على هذا الشيء انا هذا لازم ترجع له من الاساس اساس المشكله اللي عنده شنو السبب في انه هو صار مثلا انسان حقود تعرض لموقف معظم معظم الشباب خلينا نتكلم عن الشباب شويه الانحرافات السلوكيه اللي قاعد تصير بهالايام هذه او الطيش الشبابي او صدقني <applause> ترى عام عنصر التربيه يلعب دور اساسي في الموضوع ما يصير انا اخلي ابنائي او عيالي خليهم سوري يعني اخليهم في احضان ناس زين وانا امهم او ابوهم مهمشهم الى ابعد الحدود عن وعن طريق الايباد والايباد وهدهم ترى هذا قاعد يعبي ميموري لين بعدين تشوفه يطلع بهذه السلوكيات فما صحيح. بالك لما تكون مثلا هذا الطفل متعرض حق اضطهاد طفولي او مشكله في المدرسه وما يقولها لا حق الاب ولا حق الام والام ويسكت فلما يصير عندك كبد تبدا يصير عنده المشكله هذه لين يصير عندك الانحرافات السلوكيه فلذلك لابد انه اما سلام داخلي الواحد يكون ركز في الايجابيات اكثر من السلبيات ولكن في جانب اخر لابد الواحد حتى يمارس بعض الامور اللي تسحب الطاقه السلبيه غير المشي على البحر شنو في ممكن واحد يسوي على السريع أه، نقدر نقول قراءه القران نعم صلاه صلاه تريح النفس بشكل فظيع يعني اذا كان اي شخص متضايق او في مشكله عنده بس خليه يصلي يعني هذه الطاقه كل صحيح. الطاقه السلبيه فيه تطلع م. سبحان الله في بعد شغلات ممكن يعني انك انت تمارسها في عشان تتخلص شوف ترى احيانا الفضفضه يعني انت لما تقعد بينك وبين نفسك افضل طريقه لسحب الطاقه السلبيه هذه اللي دائما الانسان خصوصا اخر الليل قلت لك هو السكون النفسي انك تقعد بينك وبين نفسك لو دقيقه ترى وايد ياثر اللي هي عمليه اخذ الشهيق بشكل منتظم وتستخرج ال الزفير بطريقه يعني اربع خمس انفاس عميقه اذا مثلا انت ترتاحك سلو ميوزك كذي شغله تريح الاعصاب المساج وايد زين. بقول لك مساج جاكوزي هالامور. ممتاز جدا هذا يعني يعمل على تهدئه الاعصاب الرياضه ممارستها وغيرها ممكن تعطيك تطلع الطاقه <applause> السلبيه ما احنا استفدنا اليوم أستاذ العزيز حسين دشتي مدير التنميه البشريه يعطيك العافيه على اليوم <applause> والله يوفقك إن شاء, الله. ان شاء الله. طبعا كلام جميل جدا يمكن معظم الاشياء هذه انا اطبقها للواحد الواحد يخليه عنده السلام الداخلي بس انا عندي مشكله واحده ان انا احط موسيقى الهنود الحمر اللي هي ما لها علاقه بالاسترخاء ولا شيء، اكيد مكملين حلقتنا معك من بعد البريك يلا فاي رد بعد بريك في المغرب الثالثه لليوم واجواء التنميه البشريه والطاقات الايجابيه ابتعادا عن السلبيه واليوم موضوعنا راح ينوم لان شلون انت ممكن تهيئ نفسك في بيئه ممكن فيها ريلاكس واجواء خاصه للنوم مع زميلنا مدرب التنميه البشريه سعود الفرحان حياك الله منورنا مع زميلتي أوه شيخه أوه أه شو قاعد تنرفزت نرمزت. شو شفت شلون طاقه سلبيه مشاعل ترى متعمد قسم بالله تشربين شيء؟ لان في فرق بين اسم مشاعل وفي فرق بين اسم شيخه بلا في شين <applause> اي بس انت لان الشمس طاق على راسك فقاعد ضيب لسانك طابخ راسي يا اصلا لا لا والله والله اني مو قاعد انت بالله أه سعود شيء تشرب شيء ضيفنا خلينا ضيف اي أه شاي شاي أه شاي من غير شكر بالضبط بعد عارف انت <applause> لا سامد قلبك <applause> أه مشكور أه أه سعود شلونك شو اخبارك بخير الحمد لله شلون الاسبوع معك والله وايد حلو الحمد لله كله انجاز الحمد لله آه بعد شوي بس على سؤال الحلقة يعني بس عشان ما ننتزع متفائل وكذي لما نتكلم عن موضوعنا اللي هو شنو المقصود بتوفير بيئة نوم هادئ هو ال... بيئة هو اي بيئه فيها بيئتين يعني البيئه العامه تنقسم حق قسمين في بيئه داخليه وبيئه خارجيه أوكي. الاسبوع اللي فات لما استضفتوني تكلمنا عن بيئه الانسان الداخليه شلون يهيئ نفسه للنوم أي. البيئه هذه راح نتكلم عنها بيسكلي شلون نهيئ غرفه النوم والفراش حق ان يكون نوم هادئ من الناحيه الخارجيه أوكي. البيئه الخارجيه غير البيئه اللي داخلنا اوكي فهذا راح نتكلم احنا عنها ان شاء الله الحلقة هذه حلو ممتاز يعني البيئه اللي ممكن تكون موجوده بيئه داخليه هي البيئه الداخليه اللي داخل الانسان نفسه وفي بيئة الإنسان يكون إيه فيها في بيئة؟ طبعا إيه هاي أفكارنا شو؟ أفكارنا تشكل بيئة داخلية مالتنا، قناعاتنا تشكل بيئة داخلية مالتنا، قيمنا مبادئنا صدق لا احمد والله يعني يعني صدق يعني اوكي عارف انه في داخلنا شيء بس ما ادري انه في داخلنا تسمى يعني البيئه الداخليه عرفت؟ فهذا بالنسبه لي اتعلم صح ولا لا؟ مو احسن واحد يتعلم؟ ويتعلم غير ما يضحكون إيه. عليه شفت؟ <applause> انا شو قاعد اسوي لكم شاي شو قاعد تزلغني مع مشاعل اختي هذه العزيزه الغاليه مشاعل اي اي تبين شاي ولا أي. لا ايه آه. إي. لا اكلت انا اكلت لا والله نسكافيه لا والله والله احمد يلا خلاص كيف انت قاعد اسوي والله قاعد ادلعكم انا اليوم اسمع خلينا الحين بنعرف توفير البيئه توفير الابو هل له توفير البيئه هل له علاقه بشخصيتنا وسلوكنا ولا لا؟ انبله لان العاده البيئه الخارجيه هي انعكاس يعني شخصيتنا وسلوكنا من داخل احنا اي شيء نشوفه خارج حياتنا اي اي موقف نشوفه خارج حياتنا ينطلق من رؤيتنا احنا حق الموقف رؤيتنا حق الموقف تنطلق من تنظيم البيئه الداخليه حقنا احنا مثلا ادام نحب اعطي مثال هذا اذا طق مطر برا بعض الناس يشوفون رزق وساعه قبول الدعاء ومكان حلو وتنظف الجو الناس الثانيه يشوفون الحين بتصير حوادث راح تتسكر الشوارع بيخر البيت والمطر واحد ما تغير صح بس على رؤيتنا احنا من داخل على بيئتنا احنا الداخليه اه شكلت صوره ذهنيه معينه احنا شلون نشوف الحدث خارجنا. حلو <متحدث> ممتاز <متحدث> طيب يعني في صفات معينه للبيئه ممكن تخلينا ان احنا ننام نومه هادئه؟ القصص البيئه الخارجيه اللي هي بيسكلي صفات غرفه النوم. خدنا. اي يعني ممكن ايه؟ تخلينا ننام يعني ممكن الغرفه تاثر ان احنا ننام نوم هادئ؟ طبعا طبعا اه اهم عامل اهم عامل حق تشكيل اه او حق توفير بيئه خارجيه للنوم الهادئ هي درجه حراره الغرفه. <متحدث> طبيعة الإنسان نفسه يحب ينام في بيئة باردة أو مكان بارد عشان يدفى داخله بعض علماء النفس يقولون يرجحون الموضوع هذا كون الإنسان لما كان في في بطن أمه لما كان جنين كان يحب أنه هو يقعد في مكان دافئ وهان ومليء بيزكي بالحنان أو في الدفء عنده يولد الأمان فيكون في قاعد في بيئة آمنة نادر ما نشوف إنسان يحب ينام في الحر أو يعني ما أنا ما شفت إنسان يحب ينام بالحر عموما الإنسان دائما يحب ينام في بيئة تكون درجة الحرارة اللي في الغرفة نفسها تحتم عليه انه يحب الدفة بحيث انه لما يدفئ ما يكون حران هذا انا كل انسان اغلب الناس كذي صدق يعني بس, بس وايد ناس آه. يعني احس انه يبي يعيش بجو بارد هو يدفي نفسه يعني خلي يكون براد اكثر يعني, إحنا يعني لا سعر. براد اي صح نفس الشيء يكون يحب <applause> والله هذا توايكت <applause> يا جماعه كمل الموضوع شنو الشاي احمد اوكي هاي سير الانسان طبيعته يحب الدفه فاذا كل ما كانت الغرفه يعني مو تكون بارده ثلجه بحيث تزعجه لان اذا كانت وايد بارده راح دفع راح يدفى وايد راح يعرق فلما يعرق البرد راح يقعده ما راح يخل... راح يكون نايم نوم متقطع لكن كانت درجه حراره الغرفه بارده بحيث انه لما يدفى ما يعرق لما يكون مرتاح هني يكون البيئه الفراش مناسبه حق النوم خصوصا الماترس لما ينقل الماترس في انواع ماترس معين تسمح حق الهواء يمر من خلالها ونفس الوقت تشكل على جسمه هذا راح يساعده شكرا تسلم ايدك شكرا جزيلا شاي <applause> <تسجيل> شنو والله شاي شاي لا لا خف... شاي <تسجيل> من ورا قلبه <تسجيل> لا عفا لا لا تفضل زين انا انا عندي مشكله بمساله النوم هل الالوان لها علاقه بالنوم يعني الغرفه نحن نتكلم شخ... على الماتريكس شنو شنو موضوع الماتريكس انه لازم تكون انه نوعيه نوعيه الماتريس توفر حق تشكل آه على جسم الانسان تريح ظهره ما يكون نايم عوي، تاخذ الشيب ماله بشكل عام ونفس الوقت تمر الهواء من خلاله صح على اساس انه ما يكون في بيئه ما توفر رطوبه بالوقت اللي قاعد يدفع فيه. صح تدري انا ادفع يعني يعني مبلغ وقدره على هذا الماتريكس عشان بس إن انام نوم يعني اي ماتريكس ثاني باي مكان اروح ما ارتاح الا هذه مثلا انا شريتها يعني اقط عليها مبلغ كبير عشان ان انا يعني انام وانا مرتاحه النوع احد صديقي قال ان هذا لازم يكون اغلى قطعه في البيت مو هذه المشكله لازم يعني, قاعد دام قاعد تذكرون مثل هذه النقطه مشاعل صدق صج... والله يعني انا رحت احد الاماكن الخاصه بالاثاث كنت قاعد أدري غرفتي وكذي شفت الناس قاعد تهتم بالشكل اكثر من المخده ونوعها الطبي وكاتبين لك هم الديتيلز شنو يشوفون منو الارخص آه لا بالعكس يعني ينظر في ناس تنظر كذي اي في ناس قاعد تنظر لها يعني ما قاعد تشوف انه مثلا نوع الماترس كامله شنو نوع القطن هل انت ظهرك يحتاج شيء ناعم او الخشن حق الظهر لان كل جسم له طبيعه معينه فاللي يروحون حق السوق ما ياخذونها اللي يعني لنظره ايجابيه او نظره انها تركز حتى يقول ما ادري هذه صح ولا لا انا والله عندي واحد من الشباب قال لي انه في مخده تسحب الشحنات السلبيه أو الطاقة السلبية بالراس وتريح بسرعة يعني. تخليك قدام فهل فعلا؟ والله أنا سمعت عنها ما شا شا يعني مثل أح... يصير في هذه تتوقع صدق؟ والله العظيم أنا ما جربتها لكن هي هي تصير دافية شوي تطلع ال... الطاقة أو شغلة الإرهاق اللي بجسمك من الرقبة كذي أوكي والله أنا سمعت عن شيء كذي للأمانة لكن ما جربته فما أقدر أحكم عليه لكن الماترس بالفعل لان الما في يعني من ظهر لظهر يختلف فمثلا في اذا انت وزنك مختلف يقول لك لا والله يبي لك الماترس هذا تروح انت تجربه افضل شيء روح جربه انسلح فيه تشوفه ولا انا يعني بالنسبه حقي لا, لا تستغلي شيء مهم على صحتك انت لأنها لان احد اصدقائي هو الدكتور علاج طبيعي فكان يقول لي ان الام الظهر تاتي تراكميه مو من اول مو اول مره تبين هو مو مثل اصابه الكسر م. فعاده اغلبهم يرجعون الى نوم خاطئ او زاويه خاطئه للنوم او مخده غلط او حتى الماترس انه يكون غلط بحيث انه يكون نايم بطريقه غلط. فالأهم شيء بالنسبه لي انا جوده الفراش كدرجه اولى وياتي معها درجه حراره الغرفه اذا الاثنين تمام غالبا راح نحصل نوم هادي. راح نحصل خلينا نقول نوم عميق لان اذا النوم كان متقطع ما راح نستفيد منه، اذا صح. كان كل ما كان النوم عميق اكثر كل ما استفدنا منه اكثر. صح يمكن بنتكلم بعد اذا نقول مثلا الماتريس انا ما ليش اسميها ماتريكس ما ادري ترى من نفسي يعني انا اسميها ماتريكس يعني من عندي يا جماعه هي ماتريس طبعا ممكن انك تختار شيء ثاني بعد أنه شلون انت تاثر او انه يكون عندك نوم هادئ في غرفتك يمكن الاسبوع اللي طاف تكلمنا شلون انت ممكن تهيئ نفسك الحين شلون ممكن تهيئ البيئه المحيطه فيك يمكن برزنتيشن؟ بس شطار انا طو طولت طول. <applause> ليش؟ بس قاعد إنك كنت تضحكوني لا ابي اسال عن الاكل هل ممكن الاكل يكون له علاقه يعني هي له علاقه اساسيه لان اغلب الأغلبنا... الاغلبيه عندنا للاسف نمط حياتنا يفرض علينا شنو؟ اكل وجبه ثقيله تعشى بالعشاء عشاء دسم وارجع بيتكم بعدين بيروح ينام غالبا راح ينام وراها لان اول ما ي... اول ما يبدا الاكل ينهضم في في البطن راح يشعر الانسان شوي بالخمول. اي والله دوخه. اي لكن وراح ينام لكن راح يقعد وراها ما راح نام نوم عميق ما راح نام طول الليل مو نفس ما هو المفروض انه يكون <applause> آه ينصحون علماء التغذيه كلهم وعلماء السلوكيات ان اذا تبي تاكل اكل بالليل وزع وجباتك طول اليوم وكل كل يوم نفس الوقت يعني لا تاكل مثلا العشاء اليوم الساعه 6 باكر تاكل الساعه 10 عقب باكر تاكل الساعه 1 حاول انك تخلي الاكل كله بوقت واحد طول يعني خلي يكون تنظم نمط الاكل عندك هذا يساعد على هذا الشغله الثانيه ان الوجبه الاخيره بالليل أو آخر وجبتين بالليل لا يكونون ثقال <applause> على اساس انت لما تنام ما تنام وتقعد نفسك ما تنام وتقعد بنوم متقطع نفس الشيء بالنسبه حق القهوه بالن... الانسان اللي يشرب اي مو شرط يكون قهوه المنبهات بشكل تذكر عام تذكر يوم اقول لك اياها برا الراي عندنا على المو... مساله ازمه النوم سبب القهوه ذكر لك كلامك برا قاعد وايد ناس يشربون قهوة على اساس يقامون الدوخه اللي يشحنون نفسهم فيها، بس مفعول الكافيين اللي يصير شنو؟ واحده من يشربها يبدا الجسم بإعادة بالجسم، فيفرز فيفرز ماده مضاده حقه، فنرجع نحس نروح المرتخين نقوم نشرب كافيين زياده، يقوم شوي الجسم يفرز ماده اللي تعادله، فاحنا شنو نصير؟ قاعد ندش بدوامه من تحت لفوق، من تحت لفوق، هذا ياثر عنا وايد ناس يقول انا من اشرب قهوه ادوخ. <applause> صح في بعض الناس كذي راح راح ينامون بس نفس موضوع الاكل راح ينام نوم متقطع وراح يقعد وراح ينام وراح يقعد <applause> دقات قلبه وضربات دقات قلبه راح تكون عاليه الانتباه عنده راح يكون عالي على ما يتخلص الجسم من الكافيين يحتاج ما بين بعض الدراسات تقول 6 8 ساعات بعض الدراسات تقول 8 12 ساعه على ما يتخلص الجسم منه <applause> اذا تبي تعرف تاثير القهوه والشاي او الكافيين او المنبهات بحياتك انا انصح وقفوها اسبوع أو اسبوعين وشوف فرق النوم شنو راح يصير راح تلاقي فرق كبير <applause> بما ان تو ذكرت موضوع الاكل انا امانه جت فتره كنت داش في يعني جدول غذائي وكان في مجرد انها حبوب صحيه بس انها مالت اللي هو مالت السمنه وما سمنه بس انها كانت اجبرتني على مثلا قبل اليوغ بنص ساعه قبل الغداء في بنص آه ساعه هذا فيها منبهات عاليه لا هو صح فيها بس انه لازم انت تعادل مساله انه تاخذها ما تكون بعد فتره المغرب تقول غدا او العصر أي. اخر العصر غالبا يقول لك فيها لا تاخذها قبل النوم ثمان ساعات مثلا اي بس شنو صار والله العظيم يعني انا صحيا ارتحت لان عدلت طريقه اكلي أوكي. ونفس الوقت انا ارتحت بالنوم لان انا صرت انه يعني كنا شيء الكتروني قاعد امشي أنا قبل اول ما اقوم مثلا اشرب ماء اخذ حبتين قبل الاكل انطر نص ساعه بالضبط واتريق بعد نفس الشيء بين الغداء ثلاث ساعات تنظم ما اكلك بالضبط صار في روتين قاعد امشي فيه خلاص انا الحين لازم اكل انا كذي فوقت النوم صارت انه بس ادش الفراش حتى لو مو دايخ وايد 10 دقائق انام تفيك الدوخه اي لان انت هني انت شو علمت عقلك ان الفراش هذا حق النوم ما تكمل الحلقه اللي طافت أي رسوة. الفراش صار حق النوم ولما وتن... تنظم الاكل عندي تنظم كل شيء في حياتي لان تتمحور حياتي حوالين ال... حوالين وقت وجباتي فلما فط... انت تن... لما نظمت الاكل انت قمت تريق كل يوم نفس الوقت قمت تتغدى كل يوم نفس الوقت قمت تعشى كل نفس الوقت هذا يساعد وايد على ترتيب النوم عندي على اساس ادخل بنوم عميق مو ادخل بنوم الان مرهق اللي انا مرق ادش اريح شويه بعدين اقعد السبب وجود المنبهات في جسمي مم. مثلا حتى لو عقب ما انا أخرج للنوم. مم. الشغله الثانيه المهمه وايد علماء الرياضه قالوا ان الرياضه تساعد على النوم ويفضل ممارستها، بعض الدراسات تقول الصبح اول ما مم. تقعد وبعض الدراسات تقول فتره العصر، لكن ماكو ولا دراسه قالت نسويها بالليل، هذه حتى انا اطيح في الغلط هذا. ساعات نمط حياتنا يفرض علينا ان احنا نسوي شيء معين ما نبي بالليل ولكن كلهم قالوا ان الرياضه العاده تنشط الدوره الدمويه فلما تنشط الدوره الدمويه اكون انا ورا, ورا الرياضه انا منتعش فيحتاج وقت على ما انا اتاقلم واقول حق جسمي ترى انا الح... الان ابي انام مم. الان ابي انام فعلى ما ياتي الوقت مال الارهاق يكون طاف ثلاث اربع ساعات قبلها واللي نا... يتمرنون مثلا اللي... اللي وقت ما عندهم الوقت الا بالليل مم. يكون مثلا بدل ما ينامون الساعه 9 يضطرون راح ينامون الساعه 1. اغلب الدراسات قالت ما بين الفتره الصباحيه وبعضهم قالوا في الفتره العصر اللي قبل المغرب <applause> هذه افضل فترتين ان الواحد يمارس فيها رياضه لكن اجميعهم اجمعوا ان الرياضه امر وايد مهم <applause> في سلوكيه اخيره يمكن تكون شويه غريبه <applause> آه الانسان اذا حلم وقام من النوم يعني ساعات واحد يقعد من النوم يروح الحمام او مجرد <applause> انه يقعد يرجع ينام آه اذا حلم حلم وتذكره يفضل على اساس يرجع ينام على طول اذا كان من النوع اللي اذا قاعد يطول على ما ينام اللي هو متذكر حلم يكتبه. اكتب النقاط العامه مالت الحلم اللي متذكره ارجع حط راسك كلام ها شو راح يسوي؟ ما راح يخلي اللاوعي يضطر أن يتذكر الحلم عشان يذكرك فيه، لان الانسان هو ليش يحلم؟ الحلم أه الحلم عباره عن يا اما انه تفريغ أه كبت معين او انه نتيجه تعلم. الانسان عاد لما ينام يتعلم الامور اللي هو تلقنها طول اليوم. أه. الانسان ما يتعلم وهو قاعد، الانسان يتعلم وهو نايم، أه. الانسان يلقن وهو قاعد. أه. حتى ايام المدرسه لما الطالب من يروح المدرسه يبدا انه هو شنو؟ يلقن 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 يلقن, يلقن. لما ما ينام ثاني يوم يكون هو ناسي كل شيء هو عرفه. أه. ف بعض الطلبه اللي يصير شنو؟ انهم يقعدون يوم كامل او ليله كامله ما ينامون شنو الامتحان. ذا المهم بدال ما يكون في كافيين يروح عارف خورة بالامتحان م. او انه اذا سوى زين بالامتحان هذا قصيره المدى شغلت عنده اذا سوى زين بالامتحان يطلع ناسي كل المعلومات م. يتخرج معاها تساله يقول لك ما ادري ما ادري تقع حال صح او يمكن هو حال انه متذكر للحين ما بدا انه ينسى لكن الطالب العكس اللي هو ينام عدل يكون هو دارس كل فتره بوقتها آه قاعد يذاكر طول السنه وما سوى الكرامينغ هذا يسوونها الكرامينغ ما سوى الكرامينغ هذا لا درس بالضبط درس بالطريقه السليمه وصحيحه وقبل الامتحان نام وبمجرد ما قاعد إنه مجرد تذكر النقاط هذه راح اللي راح يتذكرها مجرد راح أذكره راح أتذكرها لانه تعلمها تعلمه هو تعلمها تعلمها وهو نايم يدش الامتحان ما يعرف اي معلومه مو متذكر اي معلومه لكن بمجرد ما يقرا السؤال تذكر الاجابه مم. يعني شنو يصير يصير في يصير في مثل ما كان في تخزين اوكي تقرأ هذه استرجع الملف هذا مكانه وحطه لانه هو تعلم فند المعلومه وهو نايم مم. الانسان يتعلم وهو نايم ما يتعلم وهو قاعد هو يلقن المعلومه وهو قاعد ممتع. ولكن يفندها ويتعلمها وهو نايم يمكن حتى عندنا بعلم النفس بالجامعه لما يدرسونه يقولون ان ده طبعا أنا من النوع اللي لازم أنام والله لو عندي امتحان شنو يعني اللي تقول مثلا امتحان يعني بحدد مصيري أنام يعني أنام أنا كذي طبيعتي النوم وايد مهم اي فالدكتورتنا شو تقول لنا تقول لو شنو ما صار عندكم حتى لو عندكم ساعتين درسه ودرسه بس نام بس ساعتها بدي اروح الامتحان مم. بس لا تفكرون ان انتم يعني تروحون امتحانكم ومو نايمين ولا شيء يعني هذول اللي مم. واصلون مو زين تقول لان العقل يثبت المعلومات اثناء ما انتم تكونون نايمين صح يتعلم المعلومه اسال اي دكتور عن اهميه النوم اسال أي, اي طبيب بشري شنو يصير بالنوم تتجدد الخلايا كلها يتجدد تتجدد كريات الدم الحمراء والبيضاء الجسم يقاوم الامراض وهو نايم وهو قاعد اذا الانسان وهو مريض ما كان ينام نوم سليم راح تطول فتره مرضى اكثر الى ان الجسم يرهق نفسه على مستوى اللاوعي يرهق يرهقه زياده على اساس انه يخلينا عليه، اذا قاوم الشغله هذه في دراسات سووها وايد في روسيا وفي الولايات المتحده الامريكيه على قله النوم، بعض الناس وصلوا لمرحله البرانويا والجنون لقلة النوم. النوم امر وايد مهم، احنا خلقنا علشان نشتغل وننام، مو علشان نقاوم النوم في حياتنا. <applause> على عجاله بس نقطه سريعه بما ان ذكرنا طار الاختبارات حق الطلب عشان يستفيدون، شلون اقوي الذاكره عندي لدرجة بالاختبار اتذكر معلومه اللي انا درستها في هناك سلوكيات وايده هناك طرق كثيره اهل اختصاص فيها افضل مني لكن في مجالي انا ما راح اتكلم في الناس المختصين في مجالاتهم طبعا في مجالي انا دائما اقول اذا انت تبي تذاكر الافضل تبدا من بدايه السنه من بدايه السنه اقرا يعني ذاكر دروسك بالوقت المحدد مالها كل يوم لخص لا تضغط رايك. نفسك يعني لا تضغط نفسك دونت كرام هذه يسمونها كرامينج وكلنا سويناها بس ما حصل, منها <applause> ما حصل من نتيجه مهمه او ما حصل من النتيجه المرجوه اللي احنا, <applause> اللي احنا توقعناها منها ادرس بوقتك طول السنه اخر السنه اللي ارجع حق اللي انت لخصته او اللي انت درسته انك انت اني ما راح تدرسها انت راح تتذكره صح طالما انت قاعد تدرسه طول السنه هو دش المخ عندك تفند باللاوعي لكن لما ترجع تدرسها مره ثانيه انت قاعد تتذكر انت درستها انت ما قاعد تدرسها من اول جديد فما قاعد تحفظ المعلومه او انك تتعلم المعلومة مره اخرى وقت الفاينل انت قاعد تتذكر تذكرتها ايام الدراسه فيكون هذا الوضع وايد اسهل الشغله الثانيه اشرب ماي وايد الماء ضروري احنا احنا مخلوقين من 75% على الاقل من جسمنا ماء فالاصح احنا نشرب ماء نقي الشغله المهمه جدا 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 قبل الامتحان نام قبل الامتحان مهما كان درس عدل او ما درس عدل قبل الامتحان نام اخذ على الاقل ست ساعات نوم عميق وقبل الامتحان بساعه سكر الكتب لا تس... لان اللي راح يصير شيء راح تشغل نفسك وايد راح تدش بحاله توتر اللي يدرس لاخر لحظه قبل لا يدخل الصاله وي... ويسكر النوت ويرجع لها مره ثانيه بعدين يرد يسكر يدش مره ثانيه انت داش بحاله قلق قبل الامتحان بساعه سكر الكتب توكل على الله حط الكتاب واقعد ارتاح هني راح يصير شنو؟ لان استرجاع المعلومه، اذا انت تعلمت المعلومه وانت متضايق، لازم تكون متضايق عشان تسترجعها، لكن اذا انت درستها بوسط انت هادي لازم تكون هادي عشان تسترجعها، فالافضل الهدوء قبل الامتحان، عشان تسترجع المعلومه بشكل سليم. لا. اكيد كل الشكر لك سعود الفرحان على هالنصائح الجميله يعني فعلا يعني تحسسنا ان في عالم التنميه البشريه رائع جدا يعني بالنصائح القيم ان شاء الله يا رب كل اللي قاعد يتابعونا انهم استفادوا من هذا الكلام شكراً. شكراً. الجيد والمفيد واكيد بانتظارك الاسبوع القادم عشان نعرف اشياء اكثر عن موضوع عيد قواك الله سعود وانا موضوعكم جاب لي النوم اصلا انا قاعد <applause> ادوخ نوعا ما عموما بس احنا مسويين بطاقه وحيويه وموضوع جدا جميل في هذه الفقره الخاصه بالأربعاء مشروعي هذه المشاريع الجميلة بمدرب ريادة الأعمال فهد الباكر من بعد بريك لكم معنا اختار فكرة مشروع تمثلك في شباب يقولون والله خلينا نختار هالفكرة لأنها مربحة أو لأنها جيدة أو لأن نصحني فيها فلان وفلان لا ترى هذا الأمر جدا خاطئ اختار فكرة أنت تحبها عشان تعطي من نفسك لها وتحاول قدر المستطاع أنك تخلي هذه الفكرة ناجحة لذلك دائما اختاروا الفكرة اللي تمثلكم لأنها راح تحكس أيضا إمكانياتكم وقدراتكم وهذا الشيء هو الدافع الأول لإصراركم على نجاح مشروعكم التجاري في معلومة مهمة قد تهم البعض منكم وقد تثير اعجاب البعض منكم ركزوا معي فيها وهي معلومه اكتشفها مجموعه من الباحثين في مجال عالم التجاره المعلومه اللي اكتشفها الباحثون في عالم التجاره وهي معلومه مهمه جدا وهي تدعو الى التفاعل المعلومه تقول اكتشف الباحثون ان معظم الشخصيات او الشباب اللي ما كانوا على قدر من النجاح في المستوى الدراسي او في المرحله الدراسيه وما كانت درجاتهم عاليه في ذاك الوقت هم لديهم فرصة أعلى لبناء مشروعات تجارية ناجحة من أولئك اللي كان عندهم درجات عالية وتفوق في الأيام الدراسية، شلون؟ الحين راح نقول شلون. يقول الباحثون أن الشباب اللي كان عندهم تفوق في المرحلة الدراسية يعتمدون على سمة الحفظ في النجاح، وهذه السمة لا تكون مرغوبة كثير في عالم التجارة وعالم الريادة بشكل عام. هي مطلوبة فعلاً ولكن ليس بقدر المهارة. في شباب عندهم مهارة وهؤلاء الشباب قد يواجهون صعوبة في مرحلة الدراسة في حفظ المعلومات والنجاح في الاختبارات. أنا أبشرهم أقول لهم أنتم يا شباب لديكم حظوظ أكثر في عالم التجارة لأنكم تمتلكون المهارة بمستوى عالي عن الحفظ. أما من يمتلك الحفظ بمستوى أعلى من المهارة فهذا حظوظه أقل ممن يمتلك المهارة بشكل أعلى في عالم التجارة. لذلك كل شخص كان عنده درجات متدنية أيام الدراسة لا يحبط قد تكون لديك مهارة إبداعية العالم كله محتاجها وينتظرك تأخذ مبادرة وخطوة جميلة في هذا الشأن بالنسبة للشباب اللي بشرناهم توا وقلنا لهم حتى لو كانت درجاتكم أيام الدراسة متدنية شوي فأنتم عندكم حظوظ على مستوى المهارة وعلى مستوى النجاح في عالم المشروع المشروعات التجارية والريادية لذلك نقول لهم بادروا وش ناطرين، ولا تردد ولا تعتبر نفسك ضعيف لان كانت درجاتك ايام الدراسه متدنيه. الحين انا ابشرك واقول لك امام الكاميرا انت عندك حظوظ اكثر من غيرك لانك دائما تؤمن بالمهاره على المعلومه. نشوفكم في الاسبوع الجاي وكيف تفكر باسلوب مغاير. رجعنا بعد ما شفنا هذا التقرير المميز أكيد هذه النصائح اللي اتمنى انكم تستفيدوا منها في مشاريعكم الصغيره تكلمنا اليوم عن مواضيع كثيره شلون انت ممكن تنام نوم هذا شلون ممكن انه تحصل على السلام الداخلي اللي موجود بداخلك وايضا تكلمنا عن هاشتاجنا لليوم اللي هو انقطاع الماء والكثير من المواضيع بس بذكر محمد بشكل سريع طلباتكم اللي حابين تطلبونها من المذيعين في حلقه باتش ان شاء الله حكون انا واسرار وعبد الله تتواصلون معنا تدزون حرف بي او بي لا بي او با على ارقام موجوده اسفل الشاشه كل الشكر على فهد باغر على هذه الفقره الجميله فقره مشروع الله يوفقكم ان شاء الله وصلنا لختام هذه الحلقه انا وزميلتي مشاعر اقيل يا مرحبا باي باي